طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور عبد المنعم السعيد مدير اثار اسوان والنوبه. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ بسنت، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير على مصر كلها يا رب. يعني مشهد من اروع المشاهد اللي يمكن بنستناها كل سنه، كلمنا اكتر عن المشهد ده مع تعامد الشمس. عايز اقول لحضرتك في جو مليء بالفرحه والسرور وشمس ساطعه، جو جميل جدا زي ما تعودنا من جو اسوان بصفه عامه وفي ابو سمبل بصفه خاصه. النهارده الحمد لله كان تعامد جميل جدا جدا نتيجه لاستعدادات بقى لها اكتر من شهرين. النهارده الحمد لله رب العالمين من نظافه ميكانيكيه وكيميائيه لجميع النقوش الموجوده داخل المعابد، تطوير منظومه الاضاءه بالكامل، تطوير منطقه اللاندسكيب الخارجه عن المعبد، تنظيم عالي جدا بمساعده الجهات الامنيه والجهات المعنيه سواء المحافظه وزاره السياحه والاثار، التدقيق الامني الكامل بعد تطوير المنظومه الامنيه سهل لنا موضوع النهارده تسيير حركه الدخول بعد توسعه المدخل بالكامل لتصبح هناك 10 بوابات لدخول الزائرين الى منطقه معبدي ابو سمبل، حجز التذاكر اونلاين بالاضافه لتذاكر البيع الجماعي والتذاكر الموجوده في منافس البيع ادى الى تسيير حركه الزائرين. اكثر من حوالي 4000 زائر النهارده شاهدوا هذه الظاهره سواء داخل المعبد الكبير او على شاشه عملاقه موجوده خارج المعبد الكبير بواسطه المحافظه. تم ايضا بث بعض الافلام التسجيليه والوثائقيه عن نقل المعبدين من خلال فتره 1964 حتى عام 1968، فلم يشعر الزائرين باي نوع من الملل اثناء انتظار هذه الزياره. نحن بنفتح ابواب المعبدين من حوالي الساعه 3 صباحا عشان نقدر نستوعب هذا العدد. فالحمد لله رب العالمين اشرقت الشمس النهارده في حوالي الساعه 6 وثلث واستمرت لمده 20 دقيقه. الحمد لله ما فيش اي شكوى من اي زائر رغم كثره عدد الزائرين لمشاهده الظاهره بسبب النظام العالي جدا. ويمكن احنا عارفين ان الظاهره دي قبل النقل كانت يوم 21 اكتوبر 21 فبراير، صحيح. بعد نقل المعبدين اصبحت 22 فبراير 22 اكتوبر. عايز اقول لحضرتك استاذ بسنت النهارده كان يوم جميل وزي ما بيسموه في ابو سمبل عيد الشمس، فعلا النهارده كان عيد الشمس في ابو سمبل. طيب قبل ما نتكلم برضو عن الفعاليات اللي اتعملت على هامش طبعا هذه الظاهره، لو حضرتك توضح لي الساده المشاهدين هذه الظاهره ازاي قدر المصريين القدماء ان هم يعملوها بهذا الشكل؟ هل كانوا على درايه بعلم الفلك والزوايا وكل هذه الأمور عشان تخرج هذه الظاهرة بشكل بيجي لها سياح من كل حتة في العالم وبيستنوها من السنة للسنة؟ بالفعل يا أستاذ محمد أثبتت هذه الظاهرة مدى براعة وتقدم المعماري الفلكي المصري القديم في علم الفلك وفي علم الهندسة، أن يستطيع التحكم وتطويع أشعة الشمس بعد شروقها مباشرة لتتسلل وتدخل على محور مستقيم مسافة حوالي أكثر من 60 متر لتشرق على وجه الملك رمسيس الثاني. والأكثر إعجازاً أستاذ محمد أن الشمس بتختلف حركتها في عيد الشمس في أكتوبر وفي فبراير، يعني على سبيل المثال في أكتوبر بتبدأ الشمس تتحرك من وجه الملك رمسيس الثاني إلى المعبود رح ورختي ثم إلى المعبود أمون رع، العكس تماما في فبراير تتحرك من وجه الملك رمسيس الثاني الى المعبود امون رع ثم المعبود رح ورختي، ولا تشرق على الاطلاق على وجه المعبود بتاع آلهة الظلام رغم وجود هذا المعبود بجوار هذه المعبودات تماما ملتصقين. فهذا هو الاعجاز الاكبر كونه معبود الظلام معبود العالم الاخر، فلك ان تتخيل كيف استطاع المصري القديم أن يصل إلى هذه المعجزة الفلكية التي ينتظرها العالم بالفعل كونها ظاهرة فريدة، إنه يخلي الشمس تشرق على هؤلاء الوجوه خاصة وجه الملك رمسيس الثاني ولا تشرق على وجه المعبود بتاعه، فلك أن تتخيل. وده مش المجال الوحيد اللي تقدم فيه المصري القديم، مجال الطب، مجال الهندسة، مجال التحنيط، فبالفعل دي بتثبت مدى براعة المصري القديم في هذا المجال. دكتور عبد المنعم أنا عاجبني جدا جدا شرحك، أنت شرحت لي كأن أنا موجودة هناك وشايفة بعيني دلوقتي. عايزاك كمان تشرح لي ردود الفعل للسياح أول ما بيشوفوا هذه الظاهرة، بيعملوا إيه، علامات الاستعجاب، احكي لي أكتر. أكبر رد حضرتك على هذا السؤال وهذا الاستفسار لما أقول لحضرتك زائر منتظر من الساعة 3 صباحا وقبل كده كمان هو بيدخل 3، يعني جاي من الساعة 2 والساعة 1:30 أحيانا، ويقعد الفترة دي كلها ويشوف الظاهرة ولا يشكو من أي ملل، ده يدل على مدى إعجاب وإنبهار هذا الزائر. في ناس النهاردة مش أول مرة بتيجي،
جت قبل كده وبتيجي مره ثانيه وثالثه عشان تنبهر بهذا الاعجاز الكبير الفلك الكبير. وعايز اقول لحضرتك من خلال الحديث مع هؤلاء الزائرين من مختلف جنسيات العالم، ويمكن دي ميزه اكبر، رواج سياحي كبير جدا، يعني كنا الاول قاصرين على بعض فئات معينه من بعض البلاد، النهارده الحمد لله بسبب الاستقرار الامني والقياده السياسيه الحكيمه اصبح عندنا تنوع في جميع بلدان العالم تيجي تشوف هذه الظاهره من خلال الحديث معاهم، بيدل على مدى انبهار هؤلاء الزائرين. عايز اقول لحضرتك لسه لغايه اللحظه اللي انا بكلم فيها حضرتك لسه في ناس جايه متاخره تاني عشان تستمتع بهذا اليوم الجميل، وخاصه ان الجو في هذا الوقت توقيت على وجه التحديد جو جميل جدا ورائع جدا في ابو سمبل. امتى يا دكتور عبد المنعم تم اكتشاف هذه الظاهره ومين اكتشفها؟ كانت حضرتك من عام 1899 كانت من احد الرحاله اللي كانت موجوده في ابو سمبل في هذا التوقيت، فكانت بالصدفه البحته، الصدفه البحته ما كانتش يعني متوقع ليها هذا الكلام. بعد كده بدا تتبعها من العالم الانجليزي جاردنر، وبعد كده بعض العلماء الالمان، وبدا بعد كده المصريين رصد هذه الظاهره وتحديدها على وجه التحديد. فمنذ هذه اللحظه اصبحت ظاهره مستمره لدينا. وعلى فكره عايز الفت نظر الساده المشاهدين ان في بعض المعابد زي مثلا معابد الكرنك ومعابد جبل السلسله حور بحب بتحدث فيها هذه الظاهره، ولكن ليست بهذه الدقه وليست بهذا الحجم وليست بهذه التفاصيل الموجوده في ابو سمبل، واول ظهور لهذه الظاهره في ابو سمبل، عشان كده مستمره والشهره بتاعتها موجوده في العالم كله. واعتقد ان هم عشان يقدروا يحددوا هذه الظاهره زي ما حضرتك ذكرت انه لازم يكون في متابعه، يعني من 1899 زي ما حضرتك ذكرت كده لما اكتشفوها اول مره لازم يتابعوها سنه بعد سنه عشان يتاكدوا بالفعل انه في هذا التوقيت تحديدا بتشرق الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني. وبالظبط ده اللي انا قلته لحضرتك يا استاذ محمد، ان كان في تتبع، لان كانت في المره الاولى بالصدفه، فكان لازم في تتبع لهذه الظاهره عشان نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها النهارده. شكرا جزيلا للدكتور عبد المنعم السعيد مدير اثار اسوان والنوبه، الف شكر لحضرتك.